الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لي في نوالك يا مولاي آمال، من حيث لا ينفع الأهلون والمال، ولم يضق بي منك العفو إن ختمت لي بالشهادة أقوال وأفعال. ماذا أقول ومني كل معصية، ومنك يا سيدي حلم وإمهال، ومن أكون وما قدري وما عملي في يوم توضع في الميزان أعمال. رباه رباه أنت الله معتمدي في كل حال إذا حالت بي الحال. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي يا سعد من باسم الحبيب تزودا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وتالإيمان والإسلام، نحييكم في مستهل يوم جديد، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. بالليل قوموا واذكروا الرحمن، فالكون غرد بالندى ألحانا، والفجر زاد عبيره في ليلنا، والعطر فاح معطرا أزمانا، والذكر يحلو دائما في ليلنا، والفيض جاء برحمة يغشانا، وتلاوة القرآن فاض جمالها نحئا إذا جاء الهدى حيانا. خير مستفتح دائما القرآن الكريم، فيا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا يشدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول سورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك، والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه، والله جل جلاله زكاك. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام نبدأ لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الرعد، من الآية 19 إلى الآية 34، تلاوة القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب
سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة
قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي
نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم. الفاتحة.